بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الأمي الأمين. حاجة جميلة كده قابلتها وأنا ماشي في الفيسبوك من شوية، وحبيت إن أنا أشاركها معاكم. الحاجة دي بعنوان في واحدة يطلع عين أمه النهاردة، يعني تمام، في صفحة أنا متابعها اسمها التويتة الفشيخة أهي، مش عارف باين ولا لأ، أهي ظهرت أهي. عليها منشور جميل قوي، واحدة كاتبة كده نزل يا ادمن، كاتبة في المنشور انا متجوزة من واحد اسمه احمد، مش انا الحمد لله، وعارفة انه متابع البيج دي كويس، بفتش في تليفونه عرفت انه هيكلم بنت وهيقابلها في ميعاد الماتش، وقال لي انه هيقابل صاحبه، يعني مش وليد اللي انا رايح اقابله ولا اي حاجة خالص يعني. تمام، رسالة ليك يا احمد، انا عرفت انك مش هتقابل صاحبك وحقي هاخده منك، وانتوا يا جماعة بقى قولوا لي افكار انفذها، كانت بقى انفذها تمام، اضافة للي في دماغي. يعني هي كاتبه له كده على الصفحة اللي اسمها التويتر الفشيخ اهو يا اخوان، تمام اهو قدامكم، اتمنى ان هي تكون ظهرت يعني. تمام، مش دي الكارثة بقى، يعني الكارثة الحقيقية مش دي، في كارثة اكبر بقى. شوفوا بقى التعليقات، في تقديم من ساعة في 563 تعليق، حاجة بسم الله ما شاء الله، المصريين بيوجبوا مع أحمد والله. يعني النهاردة مصر هتقابل السنغال، بس عشان نبقى فاكرين النهاردة 25 مارس مصر هتقابل السنغال. منى يحيى كتباله كل اللي اسمهم أحمد هيقعدوا في البيت بعد البوست ده. أستاذة منى حضرتك أنا كنت بدأت ألبس أهو ونازل، فيعني مش هنزل، لأ ما خلاص. تقول لك عرفت. طيب مروة عشماوي بتقول له اتفرج على الماتش في البيت احسن لك يا احمد، بدل ما تتقفش مش هتلاقي حد في الكافيهات اسمه احمد النهارده، وخصوصا المتجوزين كل واحد يتكلم عن نفسه بقى، احنا مالناش دعوه احنا يعني. هدى فضل الله اصلا كل اللي اسمه احمد مش هيخرج من البيت، خلاص خلصانه الحكايه. والله يا استاذه هدى على الله حكايتنا، يعني احنا ما مش هنلحق، احنا حتى اللي قاعد في البيت هيتنكد عليه وتقال له انت كنت خارج، ولما انا قفشتك مش خارج، مع ان ممكن تكون ما عندهاش فيسبوك اصلا، بس يعني ماشي. احمد ابو مالك ده راجل برنس، كاتب احذر يا احمد عشان في قلق. والله. مها الطحاوي كاتبه بقى ايه، الفاتحه لاخوكم احمد لانه الان يسال، وحاطه صوره العشر زي ما انتم شايفين كده. طيب سامية صلاح متابع كاتبة أحمد عاملة منشن لجوزها طبعا، وبتقول له هتقابل مين؟ يعني أحمد زمانه دلوقتي بيسأل فعلا والله. أحلى حاجة بقى إن في واحد اسمه أحمد حافظ كاتب منك لله يا شيخ، أنا اسمي أحمد وقلت لمراتي إني هقابل صاحبي ساعة الماتش، شككتيني في نفسي. إحنا لقيناه يا أحمد. خلاص يا إخوانا، أحمد أبو صالح أهو، أحمد حافظ، يعني الله يعينك والله. والله يا أحمد أنا حتى عملت منشن للمنشور على صفحتي، يعني انا هتلاقوا المنشور ده موجود على صفحتي عشان الناس تخش تتفرج عليه. مختار سعيد كاتب لها انت كده هتخلي كل اللي اسمهم احمد في الجروب ما يروحوش بعد الماتش، منك لله ما يروحوش بعد الماتش. اللغة العربية باظت والله، الحمد لله. امنية محمد كاتب لها خطة في منتهى الذكاء، انت عايزة جوزك ما ينزلش وعاملة الحوار ده كله يا بت. الله الله، ابليس في اللحظة دي بقى واقف يسقف اقسم بالله، يعني هي دي قفشه الحوار، بس اللي اسمه احمد ما ينزلش تامينا لنفسه. الاكياس السوداء رخصت، الحاجه الوحيده اللي رخصت، والسواطير ماليه النيش، مش عايزين نتكلم. كل ده عشان احمد يسمع معاك الماتش وما ينزلش ونعمة الدماغ. اي والله اي والله، الحق يا ابو حميد، يا نهار ابيض، انت عايز افكار غير اللي في دماغك. الله يرحمه، الناس يعني الناس بتوجب معاها، بنت والله في قمة الذكاء، ضربته المنشور فلقت الواد نصين، هو ونص الشعب المصري. حضرتك احنا حوالي 15 مليون احمد في ام القاهرة الكبرى وضواحيها. يلا الحمد لله، كل اسم احمد عندنا بيحب يسمع الماتش وهو في بيته مطمنين وكلهم مطمئنات. الله، انا واحد من الناس ما بحبش الكورة ومش هتفرج على ماتشات، يعني ان شاء الله مصر تصعد يعني والسنغال الحمد لله، هنعمل ايه؟ مفيش اضافة اكتر من اللي في دماغك، الله يرحمه، ديميرو الشيمي. البنات بتعلي على بعضها واحنا الحمد لله. لو راح الماتش هيرجع ويتم العقاب، ولو كان رايح وقعد
هيثبت التهمة عليه. طب يعمل ايه يا رجالة؟ خلوا اخوكم يطلع منها سليم. ما فيش. احمد راح، احمد يعني ايه، اقروا له الفاتحة ودوروا عليه وانصحوه. طب انا دلوقتي كنت نازل، مش هنزل، اعمل ايه يعني؟ انا كنت نازل والله، كنت رايح لوليد، مستر وليد مراد والاستاذ احمد ناجي، مش هروح والله يعني. طب نعمل ايه؟ طيب يعني حد، يعني حد يقول لي استاذ احمد يعني ما تنزلش. احمد من غير ابراهيم الساكن في اي حتة في القاهرة الكبرى، ما تروحش الماتش، الماتش فيه سم قاتل. استاذ احمد انت هيطلع عين امك النهارده، فيعني حاول ما تروحش حته وما تنزلش وما تقعدش في البيت، لانك لو قعدت في البيت يبقى انت، كل واحد النهارده بقى يحاول ايه، يجيب هديه وياخدها يعشيها بره او ما يعشيهاش، او يدور هو على حد يعشيه. تمام يعني، لنا الله والله. هكمل لكم، واضح جدا انك مش محتاجه مساعده حد، ادعوا لاخوكم احمد. ده ابراهيم صلاح بيقول لها يعني انزل وخدنا معاك. احمد المهندس، انزل واروح فين حضرتك؟ انا ما مش هنزل. حضرتك انا مش هنزل، انا متجوز صعيديه، فيعني اقول لك ايه؟ طيب اقول لك ايه يعني؟ ما انا يعني، ما انت لازم تفهم ان انا متجوز صعيديه، ودي لوحدها ما مش هقول. الحمد لله يعني، تحية لاخواتنا الصعيدين، يعني الصعايدة والله احسن ناس في كل حتة. انا امي صعيدية وابويا صعيدي ومرات صعيدية، وعندي ولد وبنت صعيدة يحملوا البطاقة الصعيدية ويتحدثون اللغة الصعيدية ابا عن ام، الحمد لله. فيعني ما اللي رايح عايز يتفرج على الماتش بقى يجي يدور عليا الاول، ويعني انا همضي اذن بساعتين اتفرج على الماتش وارجع، يا اما هفضل فاتح البث المباشر وانا في الماتش. ده اقتراحي ليا انا عن نفسي، كل واحد بقى يدور على نفسه. طيب، في واحدة عاقلة تتجوز واحد اسمه احمد، دي اميمة امنية ايمن. والله يا استاذة امنية، هو مفيش حد عاقل يتجوز اصلا احمد ولا غير احمد، يعني العاقل واللي ربنا مكمله ما يتجوزش اصلا يعني. هقول لك ايه؟ طيب ربنا يكرمك يعني. طيبتي دمرتني، ده الاكونت اسمه كده، طيبتي دمرتني. كاتب لها بقى تعليق جميل، بتقول ايه؟ انت اغبى خلق الله اصلا، انت كده بتقولي له ما تنزلش، وبعدين انت لو ما كنتيش بومه وهو متجوزه كانش كلم واحده عليك يا حربايه انت. والله بص يا استاذه، طيبتي دمرتني، هي مش طيبتك اللي دمرتك، هو يعني هو لسانك هو اللي دمرك. الله يعينها. لميا الشحات كاتب الله يرحمك يا احمد. واحدة اسمها سارة سو عاملة منشن لأحمد بدر. أحمد بدر يعني هعدي أخدك يا غالي وسيبها على الله. أستاذ أحمد المهندس هيعدي ياخدني والله لو رجعت أنا وأنت أصلا، يعني دي يبقى فيها كلام تاني. الحمد لله. محمد سعفان كاتب اهرب يا أحمد. على فكرة أستاذ محمد ممكن يكون اسمه محمد وهي غلطانة عادي، يعني بيعملوها أو هي مش عايزة تقول. أستاذة حنان عبد اللطيف، إلى أحمد إبراهيم الدوائي فيه سم قاتل، اهرب أحسن لا تعود إلى المنزل. ما مش يعني أنا قلت له الكلام ده وهو ما سمعش. وجعت بطن كل اللي اسمهم أحمد، يا ريتها بطن حضرتك، يا ريتها بطن. إحنا بندور على حبوب الفحم، عارف حبوب الفحم دي؟ إحنا بندور على حبوب الفحم، إحنا يعني إحنا كلنا عندنا، مش هقول. إلى كل أحمد اتفرج على الماتش في البيت أحسن لك. أستاذة أمل عبد العزيز، امل ابو زيد، استاذ امل ابو زيد احنا هنتفرج في البيت، بس انا بما ان انا واحد من 15 مليون احمد في هذه الجمهوريه، مش عارف اقول لك ايه. طيب ما انا لو اتفرجت في البيت يبقى انا اللي كنت نازل وما نزلتش، ولو انا نزلت يبقى انا ما همنيش الموضوع ونزلت، ومش فاهم يعني. انا والله ما... الله يخليك استاذ ابراهيم، شكري والله، انت اللي منور حبيبي، ويعني اهلنا في باريس احسن ناس والله. باريس دي قرية في الوادي الجديد، باريس دي مركز من المراكز المحترمة في محافظة الوادي الجديد، لحد يفكر ان انا في باريس بره. احمد بدر كاتب منك لله يا شيخة، شككتي في كل واحد اسمه احمد. انت بالذات يا استاذ احمد بدر، مراتك في المنشن عاملة لك منشن ورا، فيعني خلي بالك انت بقى، عشان ممكن الله يعينك. احنا تقريبا كده عرفناك، ها؟ فيعني ما تنزلش وكسر تليفونك وحاول تجيب هديه كويسه، يعني اعمل اي حاجه، اعمل اي حاجه. استاذ احمد بدر هذه رساله
الى احمد بدر القاطن في جروب التويتر الفشيخ. طيب دي حاجه كانت حاجه فاني كده، طبعا في اكتر من 600 تعليق دلوقتي. الحساب كله او المنشور كله موجود على حسابي باسم احمد سنوسي، واحمد سنوسي الوادي الجديد، اتفرجوا عليه. اتمنى يعني ان اي حد يلاقي حاجه فيها ابتسامه يعني يشيرها مع بعضين. استاذه سهير موسى كاتبه انا لسه حاضر اللايف ومش عارفه الموضوع عن ايه، فممكن تشرح لي من البدايه. استاذه سهير موسى، في واحده كاتبه على جروب اسمه التويته الفشيخه، انا متابعه من زمان، كاتبه ان هي عرفت ان جوزها اللي اسمه احمد هينزل النهارده يتفرج على الماتش، وهو متابع الجروب ده زينا زي ناس كتير. يعني ده جروب فيه قد ايه؟ استنوا بس كده، يعني انا عايز اقول لكم ان الجروب ده، يعني الجروب ده فيه 5 مليون، يعني الجروب اللي هو اهو جروب التويته الفشيخه فيه 5 مليون بني ادم، على الاقل فيه 2 مليون احمد تقريبا والله. فيعني هي كده بهدلته وبهدلتنا ومش عارفين هنعمل ايه، فالله يعينه. بس هو في واحد احنا كلنا عارفينه، انا قلت اسمه تمام. خلي بالك استاذ احمد بدر، خلي بالك، وغير بدر وكلنا، يعني كلنا نخلي بالنا. والله دي كانت حاجة حبيت ان انا اكون خفيف على قلبكم واطلع معاكم بس مباشر عشان نهدي الاجواء اللي احنا فيها. الناس كلها النهاردة اعصابها مشدودة، مصر طبعا هتقابل السنغال، فيعني اتمنى كل التوفيق للشعب المصري. باذن الله هنغلبهم 2-0 او 2-1 على اقصى تقدير، وهنغلبهم هناك ان شاء الله لان في مباراة للعودة. كل التوفيق. بما ان انا ماليش في الكوره خالص فانا بحبكم. اخر كلامي سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.